السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ده السكشن الأخير معانا في مادة باور واحد، لآخر شابتر معانا اللي هو الميكانيكال ديزاين أوف أوفر هيد لاينز. ده الشابتر الأخير، بنقسم السكشن إن شاء الله لجزئين. الجزء الأولاني بيتكلم على البوتنشال ديستريبيوشن أوفر سسبنشن انسيوليتر سترينج، اللي هو توزيع الجهود على العوازل اللي موجودة في الأوفر هيد ترانسميشن لاين. والجزء الثاني بيتكلم على حسابات الساج، ازاي اقدر احسب الساج في الاوفر هيد ترانسميشن لاين. تمام، هنفهم يعني ايه الساج ونفهم حساباته عامله ازاي لما نوصل له ان شاء الله. طيب، في الجزء الاولاني احنا عندنا شكل البرج او الاوفر هيد ترانسميشن لاين بيبقى الشكل بتاعه عامل ازاي. ادي شكل الاوفر هيد ترانسميشن لاين، ادي شكل التاور بتاعنا، وعندنا الجزء اليمين والجزء الشمال، دول اسمهم كروس ارم. اليمين والشمال ده اسمه ايه؟ الكروس ارم. تمام، الدراع بتاع البرج. بعد كده بيبدا من الكروس ارم ده يبدا بينزل منه العوازل بتاعتنا او طبقات العازل اللي احنا بنستخدمها في نقل الكهرباء. وفي الاخر عندي خالص النقطه الاخيره دي هي ايه؟ اللاين بتاعي او الكوندكتور اللي بيوصل بيه او بنقل بيه الباور بتاعتنا. تمام، فاحنا عندنا ادي التاور او البادي بتاع التاور بتاعنا، وادي الكروس ارم، وفي الاخر عندك الانسوليتور العوازل اللي متوصله فين؟ في اللاين. تمام، احنا لما نيجي نستخدم سسبنشن انسيوليتور، في طبعا عرفنا في الجزء النظري الفرق بين انواع العوازل الديسك انسيوليتور والسسبنشن والكلام ده كله. فبيكون عندنا مثلا وليكن ان احنا نستخدم ثلاث عوازل موجودين في التاور بتاعنا. ادي شكل كده ايه، اخدنا عملنا فوكس بس على جزء بتاع الكروس ارم والعوازل اللي تحتيه مع اللاين. يبقى الجزء اللي فوق ده اللي هو الكروس ارم بتاعنا، كروس ارم اللي هو الجزء المعدني المتصل بجسم البرج. بعد كده عندنا الثلاث عوازل متوصلين ورا بعض، وفي الاخر عندي اخر نقطه خالص دي ايه؟ ده الكوندكتور او اللاين بتاعي. تمام، طيب لما يكون عندي الثلاث عوازل دول متصممين من نفس الماتيريال وفي نفس الابعاد بتاعتهم الكروس سيكشن والطول وكل ده، فده معناه ان هما الثلاثه بيدوا ايه؟ نفس الممانعه او نفس المقاومه للتيار او نفس العزل، قوه العزل بتاعت ايه؟ بتاعت الباور. فبالتالي لما يكون عندي هنا جهد، وليكن الجهد بتاع اللاين بتاعي وليكن 33 كيلو فولت اللي هو جهد التشغيل بتاعي او الجهد اللي موجود عليه ايه؟ عليه اللاين، وليكن 33 كيلو مثلا. فمنطقي ان الجهد ده لما يجي يتوزع على الثلاث عوازل دول يتوزع بالتساوي، لان الثلاثه ايه؟ متساويين في الابعاد ومن نفس الماتيريال ونفس كل حاجه، فساعتها الجهد هيتقسم ايه؟ بالتساوي ما بينهم، في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه، كل جهد او كل واحد منهم عباره عن ايه؟ عباره عن في على ثلاثه، وليكن الجهد بتاع اللاين عباره عن في، فهنا في على 3 وهنا في على 3 والعازل الاخير اللي هو ايه؟ في على 3. تمام، طيب نيجي هنا نبص على شكل الانسوليتور او التوزيع بتاعي. هلاقي ان انا عندي في الجزء اللي فوق اللي هو الكروس ارم ده جزء معدني بيوصل موصل جيد للكهرباء. بعد كده عندي العازل ده بيمنع مرور الكهرباء او طبقه عازله بتمنع مرور ايه؟ التيار الكهربي، بتمنع مرور الكهرباء. وهنا عندي الجوينت او نقطة الاتصال اللي بتربط بين كل عازل والتاني. عشان اقدر اربط العوازل في بعض بيكون في جزء او نقطة اسمها نقطة الاتصال. الجوينت دي بتكون مكونة من جزء معدني، بتكون عبارة عن ايه؟ عن جزء معدني. تمام، موصل برضو ايه؟ للكهرباء. فلما نيجي نبص هنا على الشكل ده هنلاقي هنا ان انا عندي جزء معدني موصل للكهرباء، والجوينت دي جزء معدني موصل للكهرباء، وبينهم ايه؟ مادة عازلة. فالعازل بتاعي اللي بستخدمه هنا ممكن اعبر عنه بشكل ايه؟ كاباستور، عباره عن كاباستنس قيمتها سي. الكاباستنس هي ماده عازله متوصله بين جزئين موصلين ايه؟ للكهرباء، او جزئين موصلين للكهرباء بينهم ماده عازله. تمام، فانا هنا عندي العزل او الماده العازله الواحده او طبقه العزل الواحده او الديسك انسوليتور، كل ده بيعبر عنه ايه؟ او ممكن اعبر عنه بايه؟ بكاباستنس. فبالتالي التلات عوازل اللي موجودين عندي، نيجي للصورة التانية هنا، هيكونوا عبارة عن ايه؟ تلاتة كاباستنس متوصلين ورا بعض، بيمروا فيهم طبعا نفس التيار اللي هم التلاتة متوصلين توالي، وبالتالي هيكون الجهد متوزع عليهم بالتساوي زي ما قلنا ان ال V بتاعت اللاين هتساوي هنا V على تلاتة، توزع V على تلاتة وV على تلاتة وايه؟ V على تلاتة. تمام كده؟ طيب لما جم يشوفوا الكلام ده ويجوا يقيسوا الجهد فعلا على الكاباستنس دي، لقوا ان الجهود مختلفة. عندي هنا قيمة V1 مختلفة عن V2 مختلفة عن V3، التلاتة ما بيساووش بعض. ده يرجع لأني اللي سبب ايه؟ يرجع ان انا عندي
ادي شكل الكروس ارم بتاعي، وبعد كده البادي بتاع التاور او جسم البرج موجود ايه عندي بالشكل ده كده، تمام. طيب انا هنا عندي زي ما اتفقنا قلنا، هنا عندي الجزء العازل، وهنا عندي نقطة الاتصال اللي هي بتبقى من معدن موصل للكهرباء. فلما اجي اشوف من نقطة الاتصال اللي هي ديت، وعندي جسم البرج برضو اللي هو من معدن موصل برضو للكهرباء، وما بينهم مادة عازلة اللي هي ايه، اللي هي الهواء. الهواء اللي موجود بين الجسم بتاع البرج وبين نقطة الاتصال دي، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة عازلة. فكده انا عندي مادة عازلة بين ايه، بين جسمين موصلين للكهرباء. فبالتالي بيتولد عندي هنا حاجة اسمها شنت كاباستنس، بيتولد عندي حاجة اسمها ايه، شنت كاباستنس، بتسحب جزء من التيار في كل ايه، في كل جوينت او في كل نقطة اتصال بين عازل والتاني، تمام. فبالتالي التيار اللي ماشي في الثلاث عوازل الرئيسية اللي موجودة عندي اللي هي سي وسي وسي، التيار اللي ماشي فيهم مش ايه، قيمته مش ثابتة، تمام. فبالتالي لما التيار اللي يكون ماشي في الثلاث عوازل دول ما يكونش واحد، فبرضه ده هيؤدي ان الجهود اللي هتكون متوزعه على العوازل دي مش هيكون متساوي. هنا كان في الاول في على 3 وفي على 3 وفي على 3، لكن بسبب الشنت كاباستنس اللي موجوده عندي دي بقى عندي في 1 وفي 2 وفي 3، والفي 3 اكبر من الفي 2، اكبر من ايه؟ من الفي 1، لان التيار بيجي هنا الاي 3 مثلا بيمشي في السي، بعد كده يبدا يتوزع او يتجزا لاي سمول 2 واي كابيتال 2. فالتيار اللي ماشي في العازل الثالث او العازل القريب لللاين اكبر من التيار اللي ماشي في العازل الثاني، اكبر من التيار اللي ماشي في العازل الاول. فبالتالي الجهود هنا تبقى في 3 اكبر من في 2 اكبر من ايه، من في 1. طيب المشكله دي ممكن تسبب لي انهيار للعزل بتاعي، تعمل فيلير للانسوليتور او العزل بتاعي. ليه؟ لأن مثلا وليكن أنا عندي اللاين عندي 33 كيلو فولت، أو جهد التشغيل عندي 33 كيلو فولت، ومصمم العوازل دي إن أقصى جهد يقدر يتحمله هو 11 كيلو فولت، باعتبار إن هنا يبقى 11 وهنا 11 وهنا 11، تمام؟ فبالتالي بسبب تأثير الشنت كاباستنس، الجهد اللي موجود على العازل القريب لللاين بيبقى أكبر من إيه؟ من 11 كيلو فولت. فهنا الجهد هنا هيبقى اكبر من 11 كيلو فولت، فبالتالي العزل الاخير او اقرب عزل موجود لللاين هيحصل له انهيار، وهيحصل فيلير للايه، للعزل بتاعي. فبالتالي ادي العزل الاولاني عندي بيتكسر وبيبقى موصل الكهرباء، فالجهد كله بيتوزع على بقيه العوازل الثانيه اللي هم برضو بالتالي ما يقدروش يستحملوا ال 33 كيلو فولت، فبيبدا العزل يتكسر واحد ورا الثاني لحد ما العزل كله ايه، ينهار. فدي عندي مشكله سبب تاثير ايه، الشنت كاباستنس على العوازل. طيب علشان اقدر احل المشكله دي في ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان احنا نعمل ايه، ان احنا نخلي العزل الاقرب لللاين القيمه بتاعته او الجهد اللي يتحمله هو ايه، هو اكبر من قيمه العوازل الثانيه. يعني بدل ما نخلي العوازل كلها متماثله، لا نخلي العزل ده اكبر من العزل الثاني، اكبر من ايه، من العزل الاولاني. فبالتالي مع توزيع الجهد يبقى انا كده قدرت اوزع الجهد بطريقه بحيث ان كل العازل يقدر يتحمل الجهد بتاعه، تمام. بس ده طبعا هياثر معايا في التكلفه. فدي طريقه من الطرق. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل ايه، اطول الجزء بتاع الكروس ارم، اطول الجزء بتاع ايه، بتاع الكروس ارم. بدل ما يكون هنا عندي الكروس ارم صغير او قصير، فبيكون للشنت كاباستنس تاثير معايا في ال في الترانسميشن لاين، او تاثير بيكون شنت كاباستنس ليها تاثير. فلما اطول الكروس ارم بيضعف تاثير او بيقل تاثير ايه، الشنت كاباستنس دي. فبالتالي بيبقى تقريبا الجهود اللي على الثلاث عوازل تقريبا بتبقى ايه، متساويه. ثالث حاجه او ثالث طريقه نقدر نستخدمها، ودي الطريقه المستخدمه حاليا في معظم شبكات النقل، ان احنا نستخدم حاجه اسمها ايه، جارد رينج. حاجه اسمها الجارد رينج. الجارد رينج اللي هو ايه، بنعمل جزء معدني بيبقى واخد شكل رينج كده، شكل نص دايره. بيعمل ايه الجزء المعدني ده لما توصل هنا، هنشوف الاشكال بعد كده تحت واحنا هنراجع عليهم واحده واحده. المهم في الملخص ان هو بيعمل شنت كاباستنس مكافاه للايه، للشنت كاباستنس بتاعه البرج بتاعه التاور. فبالتالي التيار اللي بيبقى ماشي هنا بيتم، او يعني التيار اللي بيتم سحبه في الشنت كاباستنس بيتم تعويضه من التيار اللي جاي من الجارد رينج ده،
فبيستمر او بيفضل التيار اللي ماشي في العوازل الرئيسيه بتاعتي ايه؟ قيمتها ثابته، فبالتالي الجهود اللي عليها هتبقى قيمتها ايه؟ ثابته معايا. تمام؟ طيب كده احنا فهمنا الجزء او النظري اللي بيدور حوالين المسائل اللي هتيجي لنا. يجي لك بقى مساله يقول لك احسب لي توزيعة الجهود على العوازل دي، او يقول لك لو انا استخدمت جارد رينج احسب لي برضو الجهود بتاعتي، ويقول لك اهم حاجه احسب لي ايه، حاجه اسمها السترنج افشنسي، كفاءه السترنج بتاعتي دي بتساوي كام. طب نيجي الاول قانون معانا، قانون السترنج افشنسي. قانون ايه السترنج افشنسي؟ الكفاءه بتاعت السترنج دي بتساوي ايه؟ بتساوي الفولتج اكروس ذا سترنج، الجهد الكلي اللي على السترنج، اللي على السترنج الكلي، مقسوم على ان هو عدد الديسكات، عدد الديسكات اللي موجوده فين في العزل بتاعي، لو هم 3 لو هم 4 على حسب هو بيدولك في المساله. فالان هو عدد الديسكس اللي موجوده فين في السترنج، مضروبه في الفولتج اكروس ديسك نيرست تو كوندكتور. الفولتج اكروس ديسك نيرست تو كوندكتور يعني ايه؟ يعني مضروب في الجهد اللي موجود على العازل القريب لايه؟ للكوندكتور. يعني هنا مثلا عندي في 1 في 2 في 3، فهيبقى عندي السترنج افشنسي بتساوي الفي توتال اللي هي في 1 زائد في 2 زائد في 3، الفي توتال على ان هنا بتساوي كام؟ 3، مضروبه في الجهد القريب للكوندكتور اللي هو ايه؟ في 3. ادي الكوندكتور عندي تحت خالص، تمام؟ فالجهد القريب للكوندكتور اللي هو ايه؟ في 3، فيبقى الفي توتال على 3 في في 3. ده القانون بتاع السترنج افشنسي، تمام؟ تمام يا شباب. فاحنا عندنا اول قانون بتاعنا اللي هو السترنج افشنسي بيساوي التوتال فيز فولتج، ان هي بتعامل مع فيز فولتج. بتعامل مع ايه؟ مع فيز فولتج، بتعامل مع لاين واحد او فازه واحده. فالتوتال فيز فولتج على ايه؟ على ان عدد الديسك الموجود عندك مضروب في الفي ان. يعني ايه؟ يعني لو هم 3 ديسكات يبقى في 3، لو هم 4 ديسكات يبقى في 4، لو هم 5 ديسكات يبقى في 5. تمام؟ ده تبسيط بس للقانون اللي موجود عندنا في المرجع. بعد كده عندنا القانون الثاني بتاعنا، القانون بتاع الشنت كاباستنس. احنا قلنا عرفنا ايه هو الشنت كاباستنس، هنرمز للكاباستنس دي برمز سي واحد، ولكن الكاباستنس الاصليه بتاعتنا اسمها سي، فالشنت كاباستنس هتساوي ايه؟ هتساوي سي واحد. فالسي واحد دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الكي اللي هي النسبه بين الشنت كاباستنس والسيلف كاباستنس. الكي مضروبه فين؟ في السي، يبقى السي واحد بتساوي كي في سي. السي واحد اللي هي ايه؟ اللي هي الشنت كاباستنس، اللي هي الشنت كاباستنس، والسي هي السيلف كاباستنس. تمام؟ والكي ده هي النسبه اللي ما بين ايه؟ ما بين الشنط وما بين السيلف كاباستنس. هو بيديها لك في المسائل، يقول لك ان النسبه ما بين الشنط والسيلف بتساوي وليكن نص، 5 من 10، 8 من 10، حسب النسبه اللي هو بيديها لك. ودايما الكي دي بتبقى قيمتها ايه؟ اقل من 1. دايما الكي تبقى قيمتها اقل من الواحد. تمام كده؟ طيب فلو جينا بصينا هنا يا شباب على شكل الترانسميشن لاين بتاعنا، زي ما قلنا عندي السي اللي هي السيلف كاباستنس، اللي هي دي 1 ادي 2 ادي 3، الثلاثه ديسك بتوعي. وعندي السي 1 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الشنت كاباستنس. وعندي التيار اللي ماشي هنا هو الاي 3، يبدا يتجزا لاي سمول 2 واي كابيتال 2، بعد كده يبدا يتجزا لاي سمول 1 واي كابيتال 1. وهنا عندي الجهد على اول ديسك في 1، والجهد على الديسك الثاني في 2، والجهد على اخر ديسك اللي هو في 3، وعندي في الاخر هنا خالص ده ايه؟ ده الكوندكتور بتاعي اللي بيكون عليه الجهد بتاعي اللي هو ايه؟ الفي فيز. تمام كده؟ تمام. طيب عايزين بقى نحسب قانون السترنج افشنسي، او عايزين نقدر نطلع ايه؟ القانون بتاع الكفاءه. القانون بتاع الكفاءه بيقول ان التوتال فيز فولتج اللي هو الفي فيز، ده الجهد اللي هو بيديهوني في المساله او اللي بيبقى معايا في المساله. ممكن يديك في لاين تقسم على جذر 3 عشان تجيب الفي فيز. اظن الناس دلوقتي يعني المفروض حوار الفي لاين والفي فيز ده الناس تكون شربته خلاص، بقى لنا من اول الترم بنتعامل معاه. فهنا التوتال فيز فولتج بتاعك ده الجهد اللي بيديه لك في المساله على الان. الان هي عدد الديسكات، دي برده بتبقى معروفه مضروبه في الفي ان او الفي 3، ودي اللي انت مطلوب تحسبها علشان تقدر تحسب ايه؟ السترنج افشنسي. تمام؟ طيب
في اثبات كده لحسابات الفي 1 والفي 2 والفي 3، ازاي اقدر احسب الفي 1 والفي 2 والفي 3 بدلاله ايه؟ بدلاله الفي 1. ازاي اقدر اطلع كل القوانين دي بدلاله الفي 1؟ تمام. طيب هاجي مثلا وليكن هسمي النقطه دي، هسميها ايه؟ واجي اسمي النقطه دي بي، نقطة A ونقطة A ونقطة B. تمام؟ تمام. نيجي نطبق KCL at عند النقطة A. لو جيت طبقت KCL عند النقطة A هيطلع لي إيه أو إيه القانون بتاعي؟ الـ I2 كابيتال بتساوي الـ I1 كابيتال زائد الـ I1 سمول. الـ I2 كابيتال اللي هي داخلة على نقطة A بتساوي I1 كابيتال الخارج اللي هو إيه؟ I1 كابيتال زائد I1 سمول. تمام؟ تمام. طيب الاي 2 كابيتال بتساوي ايه؟ بتساوي في 2 في الاوميجا في السي، في 2 في الاوميجا في ايه؟ في سي. ده قيمه الاي 2، الجهد اللي هو في 2 في الاوميجا سي اللي هي الاكس سي بتاعت الكاباسيتنس بتاعتي. فالفي 2 في الاوميجا في السي، يبقى انا كده قدرت اجيب التيار اللي هو اي 2 كابيتال هيساوي الاي 1 كابيتال. اي 1 كابيتال الجهد اللي على 1 بيساوي ايه؟ بيساوي الفي 1 مضروب في الاوميجا مضروب في السي زائد الاي 1 سمول. الاي 1 سمول اللي هو دوت هيساوي ايه؟ الجهد اللي هنا هو الجهد ما بين النقطه A والنقطه N. هنسمي مثلا اللاين بتاعي ده اللي هو ايه؟ هنسميه N. تمام. يبقى ال N عندي موجود هنا والان عندي برضو موجود فين؟ موجود فوق، لان هو عباره عن نفس النقطه، الجسم متصل، هو جسم واحد. تمام. فالجهد ما بين A وما بين N هنا في 1. طب الجهد ما بين A وما بين N هنا برضو لازم يساوي ايه؟ لازم يساوي الفي 1، لان هنا في 1 فهنا برضو لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى في 1. تمام. طيب فنكمل نحسب الاي 1 سمول. الاي 1 سمول هتساوي الفي 1 في الاوميجا في كام بقى؟ في سي 1 مش في سي. طب والسي 1 عندي بتساوي ايه؟ بتساوي ال K C. تمام كده؟ بتساوي ال K في C. يبقى ده القانون الأولاني عندي، إن ال V2 أوميجا C بتساوي V1 في الأوميجا في C على V1 في أوميجا في الشنت كاباستانس اللي هي ال K في C. الأوميجا هتطير مع بعضها والC هتطير مع إيه؟ مع بعضها. هيتبقى لي إيه؟ هيتبقى لي إن ال V2 بتساوي ال V1 زائد ال V1 مضروب في ال K. تمام؟ تمام. لو خدتها عامل مشترك فيبقى ال V2 بيساوي V1 مضروبة في 1 زائد K. يبقى ده إيه؟ ده القانون الأولاني معانا. ده القانون الأولاني معانا في الاثبات بتاعنا. يبقى اول حاجه قدرت اجيب قيمه الفي 2 بدلاله ايه؟ بدلاله الفي 1. يبقى الفي 2 بتساوي في 1 في 1 ايه؟ زائد كي. تمام. تمام. طيب نيجي نطبق كي سي ال عشان نقدر نحسب القوانين الثانيه. فاقدر عايز اطبق كي سي ال لات النقطه بي. طبق كي سي ال لات النقطه ايه؟ النقطه بي اللي هي دي. عندي ايه في النقطه بي؟ الاي 3 هو التيار اللي داخل، اي 3 بيساوي الخارج ايه؟ اي 2 زائد اي سمول 2. طب الاي 3 الجهد بتاعها بيساوي في 3 في او في 3 على الاكس سي، يعني في 3 في الاوميجا في السي بيساوي ايه؟ الاي 2 اللي هو في 2 في الاوميجا في السي زائد هنا الجهد او التيار الاي 2 ده بيساوي ايه؟ بيساوي الفي على الاكس سي. طب الجهد اللي على الاي 2 هنا هو الجهد ما بين النقطه بي والنقطه ان. طب الجهد ما بين النقطه بي والنقطه ان هنا بيساوي ايه؟ بيساوي في 1 زائد في 2. تمام. يبقى الجهد اللي موجود على الاي 2 هنا او الجهد موجود على الشنط كاباستنس الثانيه هو الجهد اللي هو كام؟ في 1 زائد في 2. يبقى انا عندي هنا في 1 زائد في 2. الكلام ده كله مضروب فين؟ في الاوميجا في الكي في السي. تمام كده يا شباب؟
يبقى انا عندي دلوقتي الاي 3 بتساوي بي 3 في الاوميجا في السي، الاي 2 كابيتال بتساوي في 2 اوميجا سي، لكن الاي 2 سمول بتساوي في 1 زائد في 2 في الاوميجا في الكي سي، عشان هي شنط ايه؟ شنط كاباسيتنس. تمام؟ لما تيجي تلخص او تختصر المعادله دي كلها هيطلع لك المعادله بتاعت الفي 3 ان الفي 3 بتساوي ايه؟ بتساوي في 1، هتشيل الفي 2 وتعوض عنها بدلاله ايه؟ بدلاله الفي 1، زي ما قلنا عايزين نجيب كل الداتا او الفي كل الجهود الموجوده عندنا بدلاله ايه؟ بدلاله الفي 1. فيبقى الفي 3 عندي بيساوي في 1 مضروبه في 1 زائد 3 كي زائد الكي تربيع. 1 زائد 3 كي زائد ايه؟ زائد كي تربيع، الكلام ده كله مضروب في الفي 1، يبقى دي المعادله رقم 2 بتاعتنا. ادي المعادله ايه؟ المعادله الثانيه. يبقى احنا المعادله الاولى معادله الفي 2 بتساوي في 1 في 1 زائد كي، والمعادله الثانيه الفي 3 بتساوي في 1 1 زائد 3 كي زائد كي تربيع. تمام؟ لو عايز احسب التوتال فولتج بقى، مش انا عندي ان الفي توتال او الفي فيز بتاعتي بتساوي الفي 1 زائد الفي 2 زائد الفي 3، عندي ان الفي فيز بتساوي في 1 زائد في 2 زائد ايه؟ زائد في 3. تمام؟ هتشيل الفي 2 والفي 3 وتعوض عنهم بايه؟ بمعادله معادلات الفي 1 اللي انت حسبتها، فهيطلع لك الناتج النهائي ان انت عندك ان الفي فيز بيساوي الفي 1 مضروب في 1 زائد كي مضروب في 3 زائد كي. تمام؟ يبقى انت عندك ان الفي فيز او الفي توتال بتاعتك بتساوي في 1 في 1 زائد كي مضروبه في 3 زائد كي. يبقى ده القانون الثالث بتاعنا اللي بنستخدمه فين؟ في حسابات السترنج افشنسي او في حساب الجهود، توزيع الجهود على العوازل بتاعتنا. تمام؟ يبقى انت كده قدرت تطلع قيمة الـ V2 بدلالة V1، قدرت تطلع قيمة الـ V3 بدلالة الـ V1، والـ V phase بدلالة الـ V1. لو هو جالك في المسألة ادالك الـ V phase عايز تطلع V1 و V2 و V3 هتعملهم ازاي؟ بيديك الـ V phase وبيديك الـ K من المعادلة التالتة، عندك الـ V phase وعندك الـ K، تروح تحسب قيمة الـ V1. بعد كده من الـ V1 دي تروح تعوض بيها في معادلة 1 و 2 عشان تحسب V2 وتحسب ايه؟ V3. تمام؟ طيب لو عايز تحسب السترنج افشنسي هنا، فانا عندي ان السترنج افشنسي بيساوي الفي فيز اللي انت حسبتها